كسرتك متيش حمراء، متيش واقفة، وتجيك مطلوقة، يعني وتجيش والشكل تاعها ما يجيكش دائري. اروح نوري لك السر والطريقه كيفاش. اول سر في الكسره لازم تكون شويه يابسه، ما تكونش طريه بزاف بهذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه. بالنسبه للتقريص تاعها ولا تشكيلها كما راكم تشوفوا، لازم نسقموها قبل في الحواشي بالطريقه اللي شفتوها في الاول في الفيديو، ومن بعد نثبطها بيدي، يعني نقرصها بيدي اولا، ونجيب شويه زيت وندهنها كامل من الفوق وفي الحواشي ايضا، باه تحصل على شكل يكون متجانس ومتناسق مع بعضه. ومن بعدها نقلبها ونسي نقرصها ايضا بيدي فقط حتى نتحصل على الشكل دائري يكون متوسط ماشي كبير بزاف. تاع بكري كانوا يقرصوا مباشره بيديهم، حنا نديروا بهذا الحلال باه ما يبقاوش لي طراس تاع يدينا. كيما راكم تشوفوا طريقه تاع الحلال، نحكمها بجميع النواحي تاع الدائره تاعها، يعني ماشي نحكمه من جهه واحده برك ونبداو نكسلو فيها، لا، نوعو في التكسال تاعها من جميع النواحي بهذا الشكل بهذه الطريقه حتى نتحصلوا على القوام ولا الحجم اللي نحوسوا عليه، السمك اللي نحوسوا عليه. انا نحبها هنا متوسطه، ما نحبهاش رقيقه خلاص وما نحبهاش خشينه بهذا الشكل. بنات بالنسبه كيفاش نهزوها، شفتوا كيفاش درت لها؟ نلوح صباعي تحت العجينه ونهزها بالعقل ونحطها فوق الطاجين مباشرة، ونسي فوق الطاجين نسقمها أيضا. تحبي تسقميها بمغرفة، تحبي تسقميها بيدك على حساب التحمل تاع يديك لدرجة الحرارة. لازم الطاجين يكون سخون بزاف، تسخنيه مليح مليح، كي قريب طيبيها تنقصيلو شوية باه ما تحرقلكش وما تلزقش. شوفوا هناك شغل بدات تلزق، بصح نبدا نجبدها بصباعي في جميع الحواشي نتاعها باه ما تلزقليش، ونحركها من الأول ونخليها طيب بعقلها. هنايا مانيش راح نمسها خلاص، خليها طيب برك، نحركها ساعة على ساعة باه نتأكد بلي الحمورية نتاع الكسرة جات من جميع النواحي تاع الكسرة، يعني في الدائرة كامل. هنا نطلع عليها بشوي، شوفها بدات برك تصفر، نقلبها كيما شتو هزيتها غير بصباعي ليه لخاطر القوام تاعها دوك ولا متماسك، منخافش عليها باه تحلي. فوالا شوفوا الشكل تاعها النهائي. هنا انايا في العجينة ما كثرتش السكر، ما جاتنيش حمراء، والخميرة ايضا درت غير شوي. هذا هو الشكل النهائي اللي تحصلوا عليه، الكسره تجي واقفه وتجي مليحه. بصحتكم، ان شاء الله تعجبكم الوصفه.